بجد التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، هم دول لعيبه النادي الاهلي، الشخصيه والروح الكبيره جدا اللي اتكلمنا عليها شفناها في ارض الملعب، نتيجه كبيره جدا في توقيت صعب، لكن كل الامور دي مع الكابتن سامي ومصعب مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، لعيبه على قدر المسؤوليه كالعاده، الامور بالنسبه لنا يمكن عندنا اصابات وغيابات، لكن الاهلي بمن حضر هو ده المرحله ومش شعار حقيقي على ارض الواقع. مبروك ليك ومبروك لمجلس الاداره والجمهور العظيم. حابب تقول النهارده على الفوز الكبير يا كابتن؟ طبعا بقول مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك للمنظومه كلها، الحمد لله اداء الحمد لله ونتيجه مميزه جدا، وزي ما دايما كنا بنتكلم معاك ودايما في الاستوديو كابتن ايمن طبعا وضيوفه بارك لهم طبعا، اللي احنا بالنسبه لنا السنه دي تحدي كبير جدا بالنسبه لنا بطوله الدوري العام، الحمد لله اللعيبه مركزه جدا، بشكرهم طبعا على الاداء ده والروح ده والتصميم اللي هم عاوزين يعملوا نتيجه كبيره ونتيجه ويطمنوا بيها جمهورهم ويصمموا اللي هم عاوزين يواصلوا تصدرهم للدوري العام ورجوع بطوله الدوري العام للنادي تاني، ودي حاجه مهمه جدا وتحدي كبير جدا بالنسبه لنا، بشكرهم طبعا، لكن دي خطوه لسه خطوات كبيره كتيره ان شاء الله نقدر نوصلها ان شاء الله. دور الجهاز الفني كان رائع مع لعيبه النادي الاهلي في اللاعبين الوفد تحديدا، يعني يمكن مروان وخالد النهارده كان ممتاز جدا، كريستو كمان كان ظهر بشكل رائع، محمد شريف كهربا، يمكن انا بتكلم على كهربا، ربنا بيكافئ وربنا بيكرم مع الاجتهاد، بتشوف كهربا وصبره والنهارده كمان ربنا بيكرمه، المباراه اللي فاتت شايف الامور دي بالنسبه لك ازاي يا كابتن؟ يعني اولا بالنسبه لكهربا طبعا يعني ربنا طبعا بيكلل تعبه، الفترة اللي فاتت اشتغل على نفسه كتير جدا، ضحى كتير جدا، وقفة النادي معاه طبعا دي حاجة إيجابية جدا، بتطمنته وتخليه دايما في تحدي اللي هو عاوز يثبت للناس اللي هو حاجة كبيرة جدا وحاجة مميزة جدا في النادي، النهارده بيثبت للمباراة التانية على التوالي ويأكد جدارته اللي هو موجود في النادي الأهلي، وأعتقد إن النادي الأهلي كان دايما في ظهره وسند ليه يعني. بقية اللعيبة طبعا بشكر طبعا خالد أدى أداء مميز جدا، يعني يمكن أول مرة برضه بقاله فترة كبيرة ما بيلعبش في البوزيشن دوت، يعني اللي هو يأدي بالروح دوت والأداء ده والرجولة دي طبعا أداء مميز، مروان برضه نفس القصة بالنسبة له، كريستو لما لعب الماتش اللي فات كان كنا نأمل طبعا برضه اللي هو يلعب الماتش زي ده، لكن عارف أنت ظروف الماتش بتبقى ساعات بتبقى بتأيد شوية الراجل في التغييرات يعني، لكن في المجمل طبعا كل لعيبة أدت أداء مميز جدا من أول الشناوي لحد محمد شريف لما نزل، كل اللعيبه يعني علي وهاني ورامي وحمدي فتحي وديانج وكل وحسين الشحات واحمد عبد القادر وقفشه، فكل اللعيبه طبعا ادت اداء مميز جدا، واعتقد ان هم النهارده كان زي ما بيقعدوا دايما جمهورهم اللي هم يادوا اقصى ما عندهم، اعتقد النهارده ادوا كده، بشكرهم وان شاء الله نتمنى منهم ان شاء الله الافضل في اللي جاي ان شاء الله. على ذكر الجمهور رسالته على طول دائمه دعم وسنده ومؤازره كبيره جدا، بالتاكيد جمهور النادي الاهلي يختلف عن اي جمهور يا كابتن سامي. هو ده دايما ودايما كل الشغال في النادي الاهلي في منظومه النادي عارف ان قوه جمهور النادي الاهلي، والتحدي دايما الكبير بالنسبه لنا هو الجمهور، يمكن لو الجمهور معانا في فترات كبيره جدا يعني من السنه اللي فاتت يعني اعتقد كانت هيدينا دعم اكتر وهيدينا حافز اكتر، لكن احنا زي ما بقول وبكرر كل مره اللي احنا احنا قصرنا السنه اللي فاتت، يمكن النهارده ان شاء الله يكون السنه دي ان شاء الله يكون بقى رجوع تاني لبطولات الدوري العام ان شاء الله، بدايه رجوع الدوري العام وبدايه بطولات كبيره للنادي الاهلي يعني سواء افريقيا كاس مصر بطوله كاس العالم اللي احنا نشارك فيها نهايه الشهر ان شاء الله، فاعتقد ان شاء الله يكون نقدر نفرحهم ونقدر نعوضهم على الفتره اللي فاتت ان شاء الله. شكرا شكرا. بنشكر اكيد كابتن سامي قمصان، بنبارك له. الحقيقه يا كابتن ايمن عجبني الهدوء جدا بالكابتن سامي قمصان، هي مباراه في بطوله الدوري العام لكن قيمتها كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي عند اللعيبه عند مجلس الاداره، لكن ثلاث نقاط يقدر النادي الاهلي بشكل كبير جدا يبني عليهم الفتره القادمه، عندنا غيابات وعندنا اصابات لكن الاهلي بمن حضر لعيبه رجاله، شخصيه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي لما بتظهر النادي الاهلي يقدر يكسب اي حد. مستمرين معاك بالتاكيد ومستمرين مع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، ولقطات خاصه جدا طبعا وفرحه لاعبي النادي الاهلي بعد الفوز اليوم على فريق نادي الزمالك بنتيجه كبيره تكتب في تاريخ لاعبي النادي الاهلي.